السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه شجرة اللانتانا أو شجيرة اللانتانا المزهرة، تجي بعدة ألوان، هي حقيقة جميلة. هذه الشتلة تقريبا عمرها شهر أو شهر وخمس، لا لا استغفر الله، يمكن شهرين. استنبتت عن طريق البذور، حقيقة الزهرة جميلة للأمانة ومقاومة، وهي منتشرة عندنا في السعودية، وهذا نوع من أنواع الأكاسيا طبعا.